أعزائي الطلبة، المحاضرة بعنوان تبسيط الدوال باستخدام برنامج الإلكترونيكس Workbench. جدول اللي موضح أمامكم يمثل القواعد الأساسية اللي نستخدمها من أجل تبسيط التعبير البوليان. ممكن نستخدم قاعدة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر اعتماداً على التعبير اللي المطلوب تبسيطه. الآن راح ناخذ مثال يوضح عملية التبسيط باستخدام الرولز، القواعد اللي موضحة بهذا الجدول. المطلوب الآن تبسيط هذه الدائرة الإلكترونية اللي تحتوي على ثلاث مدخلات اللي هم A و B و C، وتحتوي على خمس بوابات منطقية. أول خطوة بعملية التبسيط هي عملية إيجاد مخرج هذه الدائرة. بعد عملية إيجاد المخرج اللي هو يمثل الأوتبوت، الآن المخرج يجب أن نقوم بعملية تبسيط. المخرج يمثل التعبير البولياني المطلوب تبسيطه. هذا التعبير البولياني الآن راح نستخدم الرولز من أجل تبسيط هذا التعبير. الناتج النهائي لعملية التبسيط هو عبارة عن A B complement. الدائرة هذه اللي كان المطلوب من عندنا تبسيطها، والأوتبوت هو هذا التعبير البولياني. الآن الدائرة تحولت من ثلاث مدخلات إلى فقط مدخلين اللي هم A و B، وبسطنا بدل خمس بوابات استخدمنا بوابتين فقط اللي هي النوت والآن من أجل الوصول إلى A B complement. إذن هذه الدائرة تم تمثيلها بهذا التعبير البولياني، وبعد عملية التبسيط تم تمثيل هذا التعبير بواسطة هذا الرسم. الآن هذا التبسيط تم باستخدام الرول. نستطيع تبسيط نفس هذه الدائرة باستخدام برنامج الWorkbench. هذا التعبير هو التعبير البولياني نفسه، الفارزة تمثل الكومبلمنت. استخدمنا برنامج الWorkbench من أجل رسم هذه الدائرة. الآن هذه الدائرة قبل عملية التبسيط. الآن من أجل أنه نقوم بعملية تبسيط هذه الدائرة اللي هي تمثل هذا التعبير البولياني باستخدام الWorkbench، راح نستخدم أداة تسمى اللوجيك كونفرتر. هذه الأداة اللي هو هذا شكلها يوفر لنا اياها برنامج الWorkbench. فائدة هذه الأداة انه تستخدم لإنشاء جدول الحقيقة الTruth Table والتعبير المنطقي البوليان إكسبريشن لمجموعة من البوابات الجيت. أيضا تستطيع هذه الأداة أنه تنتج دائرة إلكترونية من خلال أنه فقط نعطيها جدول الحقيقة أو التعبير البولياني، وهي راح ترسم لنا الدائرة الإلكترونية. أيضا هذه الأداة يمكن استخدامها بعملية تبسيط الدائرة الإلكترونية أو التعبير البوليان. الآن من أجل الوصول إلى هذه الأداة راح نختار هذا الآيكون اللي اسمه Instrument Icon. بعد الضغط عليه راح تظهر لي نافذة الانسترومنتس. راح نختار أول آيكون من جهة اليمين اللي هو يمثل اللوجيك كونفرتر. من أجل إضافة هذا الآيكون للنافذة مع البرنامج، مجرد راح نضغط
ونسحب ونقوم بعملية الإلقاء في وسط الشاشة. إذن سحب وإلقاء من أجل أنه نضيف هذه الأداة. بعد ما قمنا بعملية إضافة أداة اللوجيك كونفرتر إلى الشاشة الرئيسية بالبرنامج، راح تظهر الأداة بهذا الشكل. الآن فقط ظهرت لي أداة اللوجيك كونفرتر. من أجل العمل على أداة اللوجيك كونفرتر، نقوم بعمل دبل كليك على هذه الأداة. إذن نقوم بعمل دبل كليك على هذه الأداة من أجل إظهار نافذة اللوجيك كونفرتر. نافذة اللوجيك كونفرتر اللي هي ظهرت نتيجة عمل دبل كليك على الأداة، هذه النافذة تتكون من مجموعة من الأجزاء. الجزء الأول اللي هو يمثل المدخلات A, B, C, D, E, F, G, H، هذه تمثل مدخلات الدائرة الإلكترونية. العمود هذا يمثل المخرجات. هذا الشريط اللي بأسفل النافذة يستخدم لإظهار التعبير البولياني أو كتابة التعبير البولياني المراد تبسيطه. الآن أنا هذا نفس التعبير البولياني اللي أريد أبسطه، وين ضفته؟ ضفته هنا. كذلك هذه النافذة ايش تحتوي؟ تحتوي على conversion اللي هي المحولات، تحتوي على مجموعة من المحولات. احنا اللي يهمنا الآن من أجل تبسيط هذا التعبير البولياني تهمني ثلاث محولات. المحول الأول وظيفته يقوم بتحويل التروث تيبل جدول الحقيقة وتبسيطه وتحويله إلى تعبير بولياني. المحول الآخر وظيفته تحويل التعبير البولياني إلى تروث تيبل. والمحول الأخير وظيفته تحويل التعبير البولياني إلى جيت أي إلى رسم. الآن المطلوب من عندنا هو عملية تبسيط هذا التعبير البولياني. المحول المسؤول عن عملية التبسيط اللي هو simplify، معناها تبسيط، يحول truth table إلى تعبير بولياني. الآن التروث تيبل غير موجود، أنا فقط اللي أملكه هو التعبير البولياني. إذن يجب إظهار التروث تيبل جدول الحقيقة اللي خاص بهذا التعبير البولياني. يتم ذلك عن طريق الضغط على المحول المسؤول عن تحويل تحويل التعبير البولياني إلى التروث تيبل. الآن مثل ما تلاحظون بعد الضغط على هذا المحول تم إظهار التروث تيبل، المدخلات وهنا المخرج اللي خاصة بهذا التعبير البولياني. بعد ما أظهرت التروث تيبل الآن راح نقدر انه نبسط هذا التروث تيبل ونوصل الى التعبير البولياني المبسط. بعد ما ضغطت على هذا المحول اللي ظهر هنا اختفى هذا التعبير البولياني اللي كان عندي وظهر ناتج التبسيط اللي هو عبارة عن A B complement. هذا هو ناتج التبسيط. الآن من أجل رسم هذا الناتج راح نستخدم المحول اللي هو يقوم بعملية تحويل التعبير البولياني اللي هو AB complement إلى رسم إلى
دائرة إلكترونية اللي هي هذه اللي A و B نوت يدخلون إلى بوابة الآن على مود نوصل إلى ناتج AB complement. الآن التعبير البولياني اللي مطلوب تبسيطه هو هذا. أول طريقة بالتبسيط هي باستخدام الرولز، وصلنا إلى ناتج AB complement ورسمنا هذا الناتج كما موضح أمامكم. الطريقة الثانية بالتبسيط استخدمنا الإلكترونيك وورك بنج باستخدام أداة اللوجيك كونفرتر، دبل كليك على هذه الأداة ظهرت عندي نافذة اللوجيك كونفرتر، ضفت هذا التعبير البولياني بهذا الشريط، قمت بتحويل هذا التعبير البولياني إلى truth table، ثم بعد ذلك ضغطت على المحول اللي يسوي عملية سم اللي هي simplified تبسيط، وظهر لي ناتج الـ AB complement اللي هو أمامكم، ثم رسمت هذا الناتج باستخدام المحول اللي هو AB يحولها إلى رسم إلى دائرة إلكترونية تتكون من مجموعة من البوابات، فهذه المدخلات هي A و B. الـ B دخل إلى بوابة النوت، ثم بعد ذلك الـ A والـ B complement دخلوا على بوابة الأنت. إذن وصلنا إلى نفس الناتج كما موضح أمامكم باستخدام القواعد وأيضا باستخدام برنامج الـ Workbench. شكرا للإصغاء.